أنا متشكرة جداً إنك استقبلتيني، خصوصاً يعني بعد المرة الأخيرة. لا شكرا على واجب. أنا قلت نتقابل هنا أحسن، بعيد عن زحمة العيادة ودوشتها، خصوصاً إنك مش عايزاني في حاجة مرضية. لا أنا عايزاكي في حاجة مرضية جداً على فكرة، واسم مرضي أفتكر أنت عارفاه كويس قوي. عارفة اسمه بليغ. بالظبط كده. أنا حاسة إن أنا عندي انهيار عصبي بليغ هيدخلني مستشفى مجانين. يا فريدة يا فريدة، أنت مش بتحبي بليغ، اللي عندك ده تعلق مرضي، إنما الحب حاجة تانية خالص، في تكافؤ، في معاملة حلوة، في تفاهم، دي علاقة سامة. أنت بتشوفي فين الفخ وبتروحي له برجليكي. على فكرة لا، على فكرة ساعات الفخ هو اللي بيجي لحد عندي، وساعات بيبعد عني، وساعات بيروح لطليقي ويقول له نرجع لبعض. أعمل أنا إيه؟ انسي الرجالة شوية يا فريدة، سافري، ارسمي، اقري، اعملي اي حاجه تانيه في حياتك. العلاج بالحرمان زي ما بعالجه. طب ما انا لما بعمل اي حاجه تانيه بلاقيه بينط في حياتي زي فروع علوس. ها سيبي عليا انا بقى. هتعملي ايه بقى؟ هترتبطي بيه عشان يتشغل عني بيكي؟ طبعا لا، اللي بتقوليه ده انا وبليغ لا خالص، ما ينفعش. على فكره انا مش هتضايق لو قلتيه الحقيقه، انا مش هتضايق. يعني لو انت وبليغ ناويين تتجوزوا او تتخطبوا على فكره قوليلي، هرتاح والله. يا فريده، علاقتي ببليغ علاقه طبيب بمريض بس. طب قولي والله. والله لا، قوليها على بعض. والله انا مش هرتبط ببليغ او ومش هنتجوز، يعني والله انا وبليغ عمرنا ما هنتجوز او نطب. هاي هاي بنات، ازيكم حبايبي؟ ازيكم ماما. اهلا، ازيك يا ماما؟ سامعاكم بتجيبي سيره خطيبك. لا لا، احنا بنتكلم على بليغ. اي ما هو بليغ خطيبها. لا لا لا، هي ماما بتحب تهزر كده. لا ما بهزرش، بليغ خطيبها. علاقتي مع بليغ علاقة، أنا دكتورة وهو مريض. بجد؟ تمام، مش عيب عليكي؟ مش عيب تقوليلي كده في وشي؟ وكمان بتعملي الحركة دي كمان اتعلمتي تتعلميها من بليغ؟ مش عيب عليكي دكتورة في سنك وبتكذب عليا في وشي؟ بس أنا الحق عليا إن أنا اللي جيتلك. عربيتك هي اللي بأمل واقفة بره، صح؟ برافو. ايه ده؟ مين دي؟ مش مهم يا ماما. يا نهار اسود، عربيتي دي بوردر لاين ديس اوردر. تعالي هنا. ميرسي. بمناسبة ايه دي؟ دي من غير مناسبة. يعني جاي لحد هنا وجايبه لي هدية من غير مناسبة؟ اه. طيب انا هقبلها، بس تقولي لي الأول إيه اللي عملتيه عند ماجي ده؟ ماجي، والله أنا كنت حاسة إن هي تجري عليك وتشتكي لك، عارفة أنا الحركات دي. ده مش إجابة سؤالي. تقدر تقول زهقانة، برخم عليها، وهي ما شاء الله يعني بنت حلال وتستاهل. طب اسمعيني يا ياسمين. لا اسمعني أنت يا بليغ. أنت مش عايز تدي نفسك فرصة معايا ليه؟ انت مستكترني عليك. مستكترك؟ انا والله ما عندي وقت للكلام ده، بعدين فرق السن اللي بيننا انت شايف. طب ما ده احلى حاجه، فرق السن اللي بيننا. انا موافقه. عقلي يا ياسمين، عقلي، ركزي في دراستك ومستقبلك، وفي الوقت المناسب هاجيلك اللي يستاهلك. يلا. انت بترفضني يا بليغ؟ عقلي يا ياسمين، عقلي. لا مش هعقل يا بليغ. انت عايزه الدكتوره، ها؟ هي دي اللي عاجباك يعني؟ ستي لا دكتوره ولا غيرها، انا مش فاضي للكلام ده والله. مش مصدقك. هعمل ايه عشان تصدقيني؟ مهما عملت مش هصدقك يا بليغ. وقصتنا برضو لسه ما خلصتش. قصتنا؟ انا مكتوب عليا اسمع الكلام ده لحد اخر يوم في عمرك. استحمل بقى اللي هيجرالك يا روحي. هاخد دي بصره فيك، لما تبقى تحبني وتعقل هبقى اجيبها لك. ماشي كده.